أخواتنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا التاسع عشر في تعدادي أشواطي صباحي هذا اليوم. الشوط التاسع عشر شوط خاص باللقاية لبكار المهجنات الأصايل، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأشواط الإنتاج الحاضرة في هذا الصباح في هذا التحدي بهذا الانطلاق الجميل والرائع. صدارة هذا الشوط واللي قادت المجموعة منذ البداية بهذا التحدي المثير والرائع وبهذا الانطلاق المتميز. نتابع الظبيل السير بخميس بن محمد بالصوب الاجتبي من تنطلق وتندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية. نتابع المركز الثاني كي أرى حبوبة شليويح بن حمد بن شليويح العامري في متابعة حبوبة مع المركز الثاني. ثالثة المراكز تتقدم صولة لبيشار بن محمد بن فهيد الرزق متابعا أيضا للصولة مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات رجوان بشعار حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري. ننطلق مع المركز الخامس كي أرى السليمانية من الجانب الآخر يقدمها سالم بن سعيد بن غفان اليابري. وعلى مستوى المركز السادس التسلل والتقدم والانطلاق مع وحيشة بشعار بيشار بن محمد بن فهيد الرزق من يقدم وحيشة مع المركز السادس. على مستوى المركز السابع من الجانب الآخر الصميم بشعار عتيج بن سيف بن حاضر العميمي. ننطلق مع المركز الثامن والتقدم للمايدية لسالم بن علي بن سلطان السبوسي، بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع بقرة نوف تأتي تاسعا شعار عبيد بن سعيد بن منانة الاجتبي. ومع المركز العاشر أرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل مشاهدينا متابعين الكرام بهذا الانطلاق الواضح وبهذا الاندفاع المتميز. تحديات الظبي لأحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان من يقدم الظبي مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام. ندانا الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة. وأرى هناك أيضا شعار بالصوب من ينطلق بتحديات الظبي السهيل بالخميس بن محمد بالصوب الاجتبي مقدما لهذا الاسم، وهي تبتعد ابتعاد كلي عن بقية المشاركين. نتابع المركز الثاني، نتابع أرجوان لحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث بقرة حبوبة تأتي ثالثا بشعار شليويح بن حمد بن شليويح العامري. النقلة التالية مع المركز الرابع وتقدم صولة بشعار بيشار بن محمد بن فهيد الرزق مقدما لهذا الاسم، القادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة بتحديات هذا الشعار. وعلى مستوى المركز الخامس من الجانب الآخر تقدم المايدية لسالم بن علي بن سلطان السبوسي. نتابع الاسم القادم. على مستوى المركز السادس تقدم نوف لعبيد بن سعيد بن منانة، ومن الجانب الآخر التسلل التقدم الانطلاق للغزيل لمبارك بن محمد بن عصري الأخيلي. يقدم الغزيل اللي بدأت في التسلل في هذه اللحظات والتقدم مع المراكز المتقدمة، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن من الجانب الآخر تحديات أيضا السليمانية للسالم بن سعيد بن غفان اليابري. ومع المركز التاسع تصل الظبي بشعار احمد بن مبارك بن سعيده بن مرخان عاشر الانطلاقات وحيشه لبيشار بن محمد بن فهيد الرزق من يقدم وحيشه مع المركز العاشر. اكملنا ندانا الثاني للعشر المراكز المتقدمه بتحديات هذا الشوط، ولكن لنا عوده مع الصداره والبدايه
ومقدمة هذا الشوط والظبي من تنفرد من تنطلق من تندفع بناموس هذا الشوط بقيادته ومتابعة السهيل بن خميس بن محمد بالصوب الكتبي. ولكن خلي بالك الجماعة قادمين وأول الهاجمين أيضا أرهني أرجوان بشعار حمد بن سعيد بن غانم بن إيريو المنصوري اللي انتزعت ناموسي هذا الشوط حبوبة مع المركز الثاني بشكلها الفريد والمتميز. ياتي شعار شريويح بن حمد بن شريويح العامري مقدما لحبوبه اللي بدأت تتسلل تنطلق تندفع بناموس هذا الشوط. وبهذا الشكل الفريد والمتميز المركز الثاني أتاتي أرجوان لحمد بن سعيد بن غانم بن إيريو المنصوري. المركز الثالث تحديات الظبي للسير بن خميس بن محمد بالصوب الكتبي. اللحظات الأخيرة وحبوبه هي الأقرب ناموسي هذا الشوط. ما عدت المسافة يرت الشوط في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية. أهالي العين هم الأقرب لناموس هذا الشوط بشعار شريويح بن حمد من شريويح العامري ومحبوبة بشكلها الفريد والمتميز تصل إلى خط النهاية. تهانينا لشريويح بن حمد من شريويح العامري على فوز حبوبة بالمركز الأول. المركز الثاني تاتي أرجوان لحمد بن سعيد بن غانم بن إيريو المنصوري. المركز الثالث تقدم الظبي السهير بن خميس بالصوب الاجتبي. المركز الرابع انطلاقة وتحديات صولة لبيشار بن محمد بن فهيد الرزقة. المركز الخامس المايدية لسالم بن علي بن سلطان السبوسي. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة لنا. عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول حبوبة إلى خط النهاية 7:33 السبع أجزاء من الثانية. تهانينا لشريويح بن حمد بن شريويح العامري على فوز حبوبة بالمركز الأول. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني أرجوان توقيتها الزمني 7:35 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن سعيد بن غانم بن إيريو المنصوري. واللي وصلت مع المركز الثالث الظبي جاءت بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق لحظات الوصول إلى خط النهاية و40 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك الظبي السير بن خميس بن محمد بالصوب الاجتبي.